يسعد صباحكم جميعا واهلا وسهلا فيكم بحلقه نهايه الاسبوع من صحصح. وعدناكم واوفينا بوعدنا بانه هذا الاسبوع حاولنا قدر الامكان انه نبعد شوي عن الواقع ونتجه لمواضيع مسليه مفيده ممتعه بتخليكم تفكروا معنا، وكمان بتعبر عن واقع العلاقات الاجتماعيه والعاطفيه بمجتمعنا. اليوم اللي بدنا نحكي فيه زي ما قالت ناديه موضوع مثير للجدل، رح تلاقوا ناس مع وناس ضد وناس بتأيد نظرية معينة وناس بتأيد نظرية أخرى فيما يخص علاقة الصداقة بين الرجل والمرأة. هلأ شوفوا، في مثل إنجليزي بيقول بأنه علاقة الصداقة بين الرجل والمرأة ما هي إلا علاقة حب مؤجلة. الله. أتليس من طرف من الأطراف بيكون في طرف عنده إعجاب، عنده حب، عنده تودد، والطرف الآخر مثلا ممكن يكون مش سائل أو حاسس بالفايب، ولكن لأنه ما بده يخسر الآخر فبيخلي الحدود موجودة. ولكن بضطر، يمكن مرات إحنا بنضطر أنه نخسر بعض الأشخاص لأنه مشاعرهم تجاهنا بتصير مضطربة، بتصير ضبابية، بتصير مش كثير واضحة، فبصير التعامل معاهم مش مريح. يعني باللحظة اللي الست بتحس بأنه الرجل اللي عم تتعامل معه يكن لها أي اهتمام من نوع خاص، وهي فعلا بالنسبة لها ورجل بتقدره وبتحترمه وجودها بوجوده بحياتها مهم، بتصير تبعد بشكل تلقائي خوفا من تطور هذه المشاعر، وبصير أصلا رهف، نظراته مش مريحة، كلماته دائما طبعاً ملغومة، طريقة تواصله، اهتمامه الزائد، المسجز بصير دائما يعطيكي بعض الإشارات المبطنة أو بعض الكلمات المبهمة اللي أنت بتصير تفسريها زي ما بدك. فأنا بنظري، يعني اعتقادي الخاص، بأنه العلاقة بين الرجل والمرأة دائما بيشوبها شرارة. شو بتقولي أنت؟ أنا دائما يعني كنت أعتقد بأنه الرجال والنساء ممكن أنهم يكونوا أصدقاء وأصدقاء وبس، بس بعد عدد كبير يمكن من النماذج وقصص الحب اللي شفتها اكتشفت أنه لا، في منطق باللي بينحكى وفي منطق بالمدرسة اللي بتقول إنه لا يمكن أن يجمع الرجل بالمرأة علاقة صداقة فقط. في طرف من الأطراف بيكون عنده مشاعر، بيكون عنده أجندة زي ما قالت نادية مؤجلة نوعا ما، بيستنى ظرف معين ليتغير عشان يقدر إنه يدخل على حياة هاي السيدة، والعكس صحيح أيضا. البنات كمان بتكون هي معجبة بشخص لأنه إحنا بثقافتنا صعب إنه أنت اللي تبادري بالتعبير، بتستنى هذا الرجل، وأحيانا بضيع عمرها وهي بتستنى بهالشرارة إنها تزبط. والمشاعر إمتى تفضح؟ في حال ارتباط طرف من الأطراف، يعني بيكونوا أصدقاء وما أحلاهم، وبتعتبره زي أخوها وبيعتبرها زي أخته وبيساعدها، ويعني الأمور كلها صداقة وبراءة 100%. تيجي تقول له مثلا بدي أخطب، مرات الشخص نفسه ما بيكون عارف انه بيحبها، فلما يعني نفس الرجل بيكون مش عارف، لما يحس بده يخسرها بيلاقي عنده مشاعر تانية هو ما عم بيفهمها. فسبحان الله، يمكن هي الكيمياء اللي بين الرجل والمرأة صعب انها تكون مفهومة. اسمعوا، في اغنية لسيلين ديون غنتها بال82 اسمها دامور وداميتيه، ان شاء الله اكون لفظت صح، هاي الأغنية هي تتخبط هل هو حب أم صداقة. في بارت من الأغنية بتقول إني أنا مستعدة أعطيه حياتي حتى لو ما بده إياها. واو، هي بتحبه ومش عارفة، هي بتحبه apparently، فبتقول لك إنه تخيلوا لوين ممكن توصل مشاعر. وأصعب أنواع المشاعر هي المشاعر التي تبقى في طي الصمت والكتمان حتى عجلة الزمن تدور. كثير في أشخاص منقابلهم بحياتنا ما منقولهم، مزبوط، وما منعبر لهم للأسف. أنا متأكدة كثير في ناس بحبونا بس ما بيقولونا، خوفا من خسارتنا، خوفا من ثقافة التعبير عن الحب اللي هي تابو تعتبر عندنا، خاصة للرجل. شو تقول؟ شو تقولي للرجل للمرأة؟ طبعا، وبلكي ما ردت، بلكي ما قالت، رجولتك والإيجو وأنت بحسك كرامتك فيعني it's complicated. هلا شوفوا إمتى بتقدري تعرفي بأنه هذا الشخص، يعني عشان نساعدكم عشان نقدر إحنا نترجم مشاعركم، إذا أنت مثلا عندك زميل بالعمل بتشعري أنه بيحترمك، بدير باله عليكي، أنت بتشعري بأنه هذا الشخص هو مثل صديق أو أخ والأمور بينكم طيبة وممتازة، إمتى بتعرفي أنه المشاعر هاي مش مشاعر صداقة؟ لما بتصيري تلجأي له بأي مشكلة خارج نطاق الزمالة والعمل. يعني
روحتي على البيت حسيتي والدتك مريضة، أول شخص بخطر في بالك تبعتي له هو هذا الشخص، تقولي له أنه مش عارفة إيش أعمل، أمي تعبانة كذا، وهو يجي يبادر ويساعد ويوقف معك وقفة رجال. هلأ مش هل دائما هل بيكون إيش؟ صديق؟ لا أنا قصدي أنتي مشاعرك، هلأ هو يمكن يعملها من باب الرجولة من باب الشهامة، بس إذا أنتي دائما هو أول شخص بتلجئي له بأي مشكلة بتصير معاكي، عارف إنه فيش غيره هذا مبدئيا عارف إنه وضعك يعني وضعك يعني صعب بس صح إنه لما الست الشخص اللي بتعبر له عن مشاعرها وأحزانها ومشاكلها ما بيكون مجرد صديق من الجنس الآخر، بحسها لما بصير هو الملاذ، هو الحضن، هو أول شخص بدها تلجأ له، بحس بيكون عندها مشاعر حتى لو هي نفسها ما كانت ممكن ما كانت مدركة المشاعر. صح ومظبوط، واللي قالته راهف أول شخص بيخطر على بالك لما يصير عندك موقف صعب بحياتك، أو أول شخص بيخطر على بالك لما يصير معك إنجاز أيضا يذكر، هذا الشخص يعني له مكانة بقلبك، مكانة غالية. هلأ بغض النظر عن نوع المشاعر أو مدى يعني قوتها وشدتها، ولكن له مكانة في قلبك. هلأ الفكرة شوفوا اللي بدنا نحكيه بأنه الصداقة بين الرجل والمرأة، عم نحكي إحنا عن الصداقة الصافية، الصداقة غير المغرضة. هذه الصداقة هي الصداقة التي يحترم بها الرجل كامرأة ويعاملها كإنسانة مش كأنثى، محترم كل قدراتها الفكرية العاطفية وإلى آخره. وهاي الصداقة لازم يكون فيها أخلاق عالية، لازم يكون فيها ثراء أخلاقي عالي، لازم يكون فيها محبة عالية، زي ما قلت لازم يكون فيها احترام للآخر. هلأ إحنا مو جايين نقول هون إذا في أو ما في، لأنه كل حالة بحالتها طبعاً مختلفة، في استثناءات وفي استثناءات لكل قاعدة، وبعرف يمكن أصلاً هذا الإطار غير مقبول في كثير من المجتمعات وعند بعض العائلة. إحنا عم نحكي بمفهوم الزمالة بالعمل، شخص بتعرفي جاركم من أيام الطفولة وتأفر تعرفتي عليه وفعلاً ساعدك وقف معك بمواقف مهمة بحياتك. إحنا عم نحكي عن العلاقات الإنسانية في إطار أخلاقي محترم، في شرارة ما في شرارة مش مهم، المهم يضل الأساس محترم. يلا مكملين معكم بحلقتنا لليوم، واليوم عم نحكي عن موضوع الصداقة بين الرجل والمرأة. هذا الموضوع في بعض الرجال بتلاقي عندهم وجهة نظر بيقولك أنا لا أؤمن بالصداقة بين الرجل والمرأة لأني رجل وبعرف كيف الرجال بتشعر وبتحس. يعني لما تيجي مثلا بنت تشرح لوالدها أو لأخوها إنه مثلا هذا الرجل صديقي وفقط لغيره، بيننا احترام متبادل، واو الرجال ما بيفهموا لأنه الرجال تركيبتهم مختلفة عن تركيبة النساء، وبقولوا إنه في معظم العلاقات الإنسانية بين الرجل والمرأة المرأة هي اللي بتكون حاطة الحد إذا هي ما عندها شعور للرجل. يعني الرجل ممكن يكون عم بيحاول يضله قريب باحترام لعل وعسى يتحرك هالقلب صح ويبدأ يعني زي ما بيقولوا يدخل سرسوب الهوى وتصير تحبه وتعجب فيه وتنتهي هاي العلاقة بالزواج وتأسيس أسرة. بس المرأة لما هي ما بيكون عندها شعور بتضل حاطة حاجز، لما المرأة قلبها يتحرك تحسي انه صار الموضوع من الطرفين، من الطرفين متبادل. مزبوط، الست بالعاده هي اللي يعني بتتحكم بطبيعه العلاقه او بشكلها اكثر من الرجل. هلا شوفوا مرات تسأل حالك، هل العلاقة هاي علاقة الصداقة مع هذا الشخص أو مع هذا الطرف، هل هي علاقة مبنية بطريقة أخلاقية صحيحة؟ إذا كانت العلاقة سرية فهي غير أخلاقية. مزبوط 100%، برافو. يعني هذا الإشي جيفن بدون ما إنك تروح وتيجي وتصير في علامات استفهام. علاقة بتخاف تكون علنية، إذا في علاقة بتخاف شخص واحد يعرف عنها فهي باطلة، وما بني على باطل فهو باطل. العلاقات العلنية التي تظهر للعيان المحترمة هاي العلاقة لا تشوبها شائبة. بس إذا أنت بتقرر إنه واحد ما يعرف عنها لأي غرض كان فهي علاقة مش صحيحة. صح ولا لا رهوشة؟ صح طبعاً خلاص يعني هي لأ داءت فيكي، بطل عندك ولا صاحبة وبدك تيجي تقنعينا بصداقتك مع الرجل. خلاص إذا أنت عندك شعور عبري له أو هو يعبر لك وإن شاء الله بتتجوزوا، ألف مبروك حبايبي، وتجوزوا بالكورونا أوفر أوفر لكم. تبعت لي مسة زيد العربي إيش؟ عزيزتي والدة زيد. أيوة يفضحني بالمنطقة. رجاء التحدث مع زيد وتشجيعه على حضور الحصة وهو يجلس على الكرسي والطاولة. إيش وين بجلس؟ ما أنا بالشغل ستي، بيكون قالب على راسه يا حبيبي، يمكن بشغله باظ إيش يتسلى.
مع وضع الجهاز الإلكتروني أمامه حتى يستطيع الطالب التفاعل معنا بشكل أفضل. هلأ يعني أنا بس أوجه رسالة لمعلمة زيت العربي، كل المعلمين والمعلمات، وأنتوا فعليا عم تبذلوا مجهود مضاعف مع الأونلاين والتعليم عن بعد وإلى آخره. الطلاب مشكلتهم، يعني أنا بالحديث عن ابني حسب ما بعرفه حسب معرفتي فيه، حسب حدود معرفتي فيه، رهف والله زهقوا لو تشوفي وحيات الله. لأنه شوفوا هم بعدين زيد عم تحكي أنت كي جي 2، طفل مش متعود على التفاعل الإلكتروني. لا حتى زي مثلا ما بحبش احكي تليفونات، طبعا طبعا بحب يشوفك تحدثوا وياكي، فبالتالي قد يكون هلا اكيد معك حق في الملاحظه، ولكن انا فكرتي بانه كمان بدنا نوجه تحيه لكل الامهات اللي قاعدين. انا للاسف زيد حصته كل يوم من 12 للتنتين، مرات بتبلش ابكر لانه بكون في قراءه وكذا، انا لاوصل على البيت بكون هو اوريدي خلص نص الحصه. فتحيه للامهات اللي بكونوا قاعدين رهف، واللي فعليا يعني احنا عم نتعامل مع طريقه علميه وتعليميه جديده الفناها قليلا يعني في مده زمنيه قياسيه، ولكن لسه بنواجه فيها تحديات كبيره. فتحياتي للجميع. صح 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 ص